بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الصف السادس الابتدائي، كل سنة وأنتم طيبين. هنبدأ النهاردة مراجعة سريعة على النحو، وإن شاء الله تجيبوا درجات عالية بكرة في الامتحان بإذن الله. هنقرأ القطعة سريعا. القطعة بتقول إن معانا إن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يراه إلا المرضى، لذا فيجب على كل إنسان أن يحافظ على صحته بالنظافة والغذاء الكامل. فيا طالب العلم، حافظ على صحتك، فما أجمل الصحة فالأصحاء ذو عقول منيرة. وكان الرسول الكريم داعيا للحفاظ عليها. طيب هيجي يقول لي استخرج من القطعة رقم واحد خبرا لحرف ناسخ وبين نوعه. ناخد بالنا، خبرا لحرف ناسخ يبقى هنقرا القطعة بتأني زي ما احنا متفقين، مش عايزين اي استعجال، نقدر نطلع كل الاشياء اللي في القطعة واحدة واحدة. طيب في حرف ناسخ عندنا في اول قطعة هو حرف ان. طيب على طول مش عايزة كلام، يبقى الصحة هنا هتبقى اسم ان وتاج خبرا لان. يبقى نقول الاجابة الصحيحة كلمة تاج هي خبر لحرف الناسخ اللي هو حرف إن. طيب بين نوعه، تاج ولا دين ولا أكتر؟ لا، يبقى هو نوعه مفرد، يبقى مفرد. طيب الاستخراج الثاني مضاف إليه. طيب هنبص في القطعة كده، إن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، ده أول مضاف إليه معانا رؤوس الأصحاء، وهنبين نوعه منقول كتاب العلوم. معرفة بعد نكرة على طول تبقى مضاف إليه. طيب مضاف إليه، مضاف إليه تاني يا مستر؟ هنلاقي أكتر من مضاف إليه. كلمة إنسان هنا برضو مضاف إليه. طب مضاف إليه ليه يا مستر؟ لأنها جاءت بعد كل، اتفقنا كل من بعض سوى كلمات المشهورة اللي بيجي بعدها على طول ايه مضاف اليه. يبقى كلمة انسان هي كمان مضاف اليه، يبقى احنا هنطلع مضاف اليه على طول كلمة انسان اول حاجة مضاف اليه. ان يحافظ على صحته بالنظافة والغذاء الكامل. فيا طالب العلم، طالب العلم، يبقى العلم عندنا هنا مضاف اليه. جميل، حافظ على صحتك، فما أجمل الصحة فالأصحاء ذو عقول منيرة. وكان الرسول الكريم داعيا للحفاظ عليها. ففي هنا مضاف إليه، نركز مع بعض كده. شطار. كلمة أو حرف الهاء ده يعتبر مضاف إليه ويتكتب كده ضمير مبني في محل جر مضاف اليه وليس نصب. طيب اللي بعدها على طول الاستخراج اللي بعده جر ومجرورا. هنلاقي اكتر من جر ومجرور في القطعه. طيب نشوف كده مع بعض. ان صحة تاج على رؤوس، كلمة رؤوس دي أول جار. طب ما يقولنا جار ومجرور، نبقى نوضح حرف الجر والاسم المجرور. حرف الجر عندنا هنا على، هنقول حرف على حرف جر وكلمة رؤوس اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. طيب أنا حافظ على صحتي، يبقى صحة على صحتي لجر ومجرور. جميل. طيب بعد كده بالنظافة، الباء هنا حرف جر
والنظافة اسم مجرور. طيب بعد كده على صحتك، على صحتك. جميل شطار كلكم، انا بستخرج لكم كل الحاجات اللي في القطعة عشان نبقى احنا كده متعودين ان احنا اول ما نشوف قطعة نشوف الحاجات اللي استخرجت اللي فيها على طول عشان تبقى العملية سهلة بالنسبة لنا. طيب هيقول لي استخرج خبرا لفعل ناسخ، خبر لفعل ناسخ. طيب هنشوف، هنلاقي هنا في القطعة كان ده فعل ناقص ناسخ. طيب الاسم بتاعه الرسول. طيب طب فين الخبر يا مستر؟ بص هنا شطار، كلمة داعيا، كلمة داعيا هي خبر كان. طب امال الكلمة دي يا مستر؟ لا الكلمة دي هي تعرب نعت الرسول الكريم. احنا وصفنا الرسول بانه كريم، طبعا قلنا لازم نحس الصفة وبرضو بنعرفها عن طريق الافراد والتثنية وعن طريق المعرفة والنكرة. طيب بهنا كلمة داعيا هي الخبر كان، داعيا خبر كان. طب احنا عارفين ان كان بترفع المبتدا وتنصب الخبر، داعيا خبر كان منصوب وعلامه نصبه الفتحه. اسلوب تعجب. طيب اسلوب تعجب هنا هنلاقي فما أجمل الصحة، ده معانا أسلوب تعجب. طيب الاستخراج اللي بعده اسما من الأسماء الخمسة، طبعا سهلة شطار كلنا على طول جبناها، اللي هي كلمة ذو، دي ذوي أو ذو، ده من الافعال الاسماء الخمسه. وبكده نكون خلصنا المطلوب في الاستخراج وبنتنقل على طول لايه؟ لاعرب ما تحته خط. على رؤوس جر ومجرور يبقى هو ايه؟
مجرور يبقى مضاف اليه مجرور وعلامه غرضه او الكسر. بنركز في علامه الاعراب المضاف اليه وما نتسرعش. الكلمه التاليه كلمه الغذاء. بالنظافة والغذاء. طيب انا ما كانش معايا غذاء في الاختيارات، انا كان معايا الكلمة مش غذاء. متأسفين، ان هنا كلمة الكامل هي المطلوب اعرابها. طيب هنيجي ليه؟ هنيجي للكلمة اللي بعد كده في الإعراب وهي موجودة معانا هنا كلمة الكامل. شطار كلكم طبعا عارفينها، هتبقى ايه؟ نعت. ليه يا مستر؟ طبعا عشان هنا وصفنا الغذاء بانه ايه؟ بانه كامل. طبعا عارفين في استخراج النعت اللي هي الصفه لازم نحس النعت، لازم يتحس انه نعت او صفه بيوصف اللي قبله. طب حاجه تاني حاجه تبين لنا ان هو نعت ايه؟ انه لازم يتبع المنعوت في حاجات اللي هو الافراد، يعني اذا كان مفرد يبقى مفرد، جمع يبقى جمع، مثنى يبقى مثنى. طيب لو كان نكرة، لو المنعوت نكرة يبقى ايه؟ النعت نكرة. طيب لو المنعوت معرفة يبقى النعت لازم يكون معرفة. يبقى كلمة الكامل نعت. طب نعت ايه؟ منصوب ولا مجرور؟ ده احنا عندنا هنا بالنظافة ده جار ومجرور، يبقى على طول نعت مجرور وعلامة جره الكسرة. شطار. الكلمة التالية كلمة الرسول، وكان الرسول الكريم. كان هنا فاعل ناقص ناسخ، والرسول هنا تبقى اسم. كان شطار. طب كان بتعمل ايه في الجملة الاسمية؟ بترفع المبتدا وبتنصب الخبر، يبقى اسم كان مرفوع وعلامه رفعه الضمه. بكده نكون خلصنا مراجعتنا النهارده، وبتمنى لكم ان شاء الله اعلى الدرجات بكره، وتحياتي مستر محمد عبد الله.